الاستثمار والاعداد للمؤتمر الجديد، مش كده معالي الوزير؟ فبالتالي نترقب برضو كلمه معالي الوزير، لان بالتاكيد هنستنبط منها الكثير من الامور المستقبليه عما هو متوقع في مجال الاستثمار. تفضل معالي الوزير. مساء الخير جميعا، مش هأطيل عليكم. دي لحظة بالنسبة لي لحظة سعيدة جدا جدا، مش بس علشان أبفي هتفتح الساينتيفيك أوفيس بتاعها في مصر، لأ، علشان أبفي برضو لازم ترسم الابتسامة دي على وشوش كل مرضى فيروس سي. And we are waiting. نحن ننتظر الموافقات النهائية لفيروس سي، للدواء فيروس سي، علشان يبقى ده الدخول الحقيقي للسوق المصري، الدخول اللي له قيمة مضافة كبيرة جدا، مش بس على الاستثمار في مصر، لا، على صحة المصريين اللي احنا بنشتغل علشان نوفر لهم السعادة، وبنشتغل عشان نوفر لهم الرخاء، وبنشتغل عشان نحقق أهداف ثورة 30/6. بشكركم مرة تانية على ان انتوا بدأتوا تروا فرص الاستثمار الحقيقية في مصر. مصر سوق واعد. الان مصر تمر بمرحلة هامة جدا في الوقت اللي فيه تباطؤ في النمو الاقتصادي في العالم كله. مصر تقدم نموذج اصلاح اقتصادي حقيقي للعالم، نموذج اصلاح اقتصادي بيعتمد على محاور رئيسية. المحور الاولاني وهو الالتزام والانضباط المالي. المحور الاولاني وهو الاصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، الاصلاح الهيكلي لنقاط لم تلمس منذ 60 عاما، وهي الدعم. مصر الان ترى مشاكلها بصراحة وبشفافية. مصر الان ليست مجرد برنامج اصلاح اقتصادي عادي مثل ما عدى بالماضي، لا، ده برنامج اصلاح اقتصادي حقيقي بيعتمد في محوره الثاني على التنمية من خلال المشروعات الكبرى، والتحفيز التنموي من خلال اجتذاب القطاع الخاص إلى مصر. نحن نعلم تماما أن النمو مسؤولية القطاع الخاص. كثيرين دلوقتي ساعات يسألوا سؤال، هو الاقتصاد اللي جاي ده في مصر، احنا شايفين القوات المسلحة بتعمل شغل كتير، شايفين القطاع العام انفولف شغل كتير. احنا بنؤكد لكم ان احنا نعي جيدا ان القطاع الخاص هو الدافع الرئيسي لعجلة النمو، ودي اثبتتها الارقام في عدة حاجات. النهاردة نحن بنعتمد فقط على الموازنة العامة للدولة في انفاق 58 مليار جنيه عشان نحقق السنة دي ان شاء الله معدلات نمو تصل الى 3.8% ونربو الى 4% ان شاء الله، يبقى لازم نستثمر 340 مليار جنيه. اذا نحن نعتمد على ان القطاع الخاص المصري يضخ داخل الاقتصاد المصري 280 مليار جنيه هذا العام 2014-2015. الارقام هي اقل دليل على السياسة اللي بتنتهجها البلد. الأرقام هي أقل دليل على أن هذا الاقتصاد اقتصاد يعتمد على آليات السوق الحر، اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص في النمو. ولذلك المنهجية الرئيسية في شغل الحكومة هذه المرة، وهي ثقافة مختلفة، الثقافة الرئيسية أن وزارة الاستثمار وجهاتها التابعة هم وكلاء للمستثمر، هم ليست الحكومة، ولكن هم وكيل للمستثمر، داعم للمستثمر، مدافع عن حقوق المستثمر، مدافع أيضا عن استثمارات المستثمر الجادة، ومدافع عن كل فرصة عمل تخلق لصالح المصريين. وبالإضافة لكده أبفي بتزود حاجة كمان، ومدافع عن كل صحة مصري نقدر نكون مساهمين في رسم بسمة على وجهه. أنا بشكركم جميعا لوجودكم في مصر، بشكركم لبداية استثماركم في مصر، قيمة مضافة حقيقية لهذا الوطن، قيمة مضافة حقيقية للمصريين. وبشكر السفارة الأمريكية، وبشكر كل المسؤولين في شركة أبفي، وبشكر أيضا الغرفة الأمريكية للمجهودات الرهيبة اللي بتبذلها عشان ترجع الاستثمارات الأمريكية تاني. وأحب أقول لكم أنه مصر بلد تتوسط العالم. مصر سوق عنده أكسس، عنده وصول 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
من خلال 90 مليون ومن خلال الاتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الثنائية اللي معمولة من الدول اللي بتسمح بدخول المنتجات وخروج المنتجات من غير جمارك. وبالتالي النهاردة ده وصول سريع جدا لواحد وستة من عشرة مليار مستهلك، هذه ميزة تنافسية كبيرة جدا. أيضا مصر سوق استهلاكي كبير، هذه ميزة تنافسية أيضا كبيرة جدا. أيضا مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي ستحقق إن شاء الله نمو يصل إلى 3.8% هذا العام، في حين تتباطأ كل اقتصاديات العالم في النمو، في حين تتباطأ الدول اللي كانت عملت خطوات سريعة جدا في النمو خلال الفترات السابقة زي جنوب شرق آسيا ودول أوروبا وأوروبا الشرقية. إذا النهاردة النظرة إلى مصر سيكون نظرة رئيسية، مصر هي النقطة القادمة في الاستثمار، مصر هي أرض الفرص، Land of opportunities. Thank you very much, and it's really an honor to be here today. ألف شكر، وننتظر لاستثمارات أخرى كبيرة في المستقبل. شكرا جزيلا.